أولا من ناحية المنظومة أتوقع أن ممكن بحكم المشاكل الكبيرة اللي موجودة في التسجيل العقاري بليبيا أنها تبدأ ببعض الحالات الخاصة وتطور وتحل المشاكل اللي موجودة قديما. يعني كثير من المشاكل لأن فيها عدة عقارات نزعت ملكيتها بقانون رقم 4 وحاليا فيه ملاك وأصبحت ملكية لناس ثانية وحاليا ملاك رفعوا قضايا واسترجعوا بحكم محكمة الأملاك القديمة وفيها كثير من المشاكل من الناحية هذه. أتوقع أنه حيكون حيعطي على الأقل أمل للليبيين أنه ممكن تصير حلول وممكن يبدو ب الاستثمارات اللي تبعدهم على المشاكل وعلى الشباب لحمل السلاح وتساهم في تطوير البلاد إن شاء الله. يعني